الخير وأعيادكم مجيدة. تلفزيون لبنان منذ أشهر بلا مجلس إدارة، مستمر بالابتهال. الله يا رب تنجينا من الأعظم. راحت الحكومة، الحكومة الجديدة قادمة، وبالانتظار مشروع رئيس مجلس الإدارة العتيد والمجلس الجديد في الثلاجة. هل من مشروع جديد للتلفزيون؟ أفكار شابة جديدة؟ أفكار عن تعزيز المشاركة، عن إعادة إنتاج قانون للانتخابات ليكون عصرياً ولا يخضع للأسئلة؟ هل ستحمل الأيام القادمة صورة شاشة مفاجئة لتلفزيون لبنان، ليس بالصورة والصوت فحسب بل بالأفكار والبرامج؟ هذه الحلقة تفتح باب البحث من أجل تلفزيون لبنان ودوره الوطني. مشاهدينا، بمسيكم بالخير عبر تلفزيون لبنان، تلفزيون الوطن. اليوم ببرنامج ليل وقمر نستقبل ضيوف مميزين، ومنبلش مع ضيفنا الأول. يحب أن لا يلفظ تلفزيون لبنان روحه أمامه. يود لو أن التلفزيون يملك كل عناصر الحياة: المال، الإدارة النخبوية، الكادر المتفوق، البرامج والأفكار الاستثنائية، مؤسسة رأي عام إعلامية وثقافية أولى. ولكن الطموح لا يكفي، وليس لنا أن نحلم فقط. هو تمكن أن يمنع من مراشقة بيت التلفزيون الزجاجي بالأحجار. سنحاول أن يكون لدينا شجاعة السؤال، وهو من دون شك يملك شجاعة الجواب. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير، وزير الإعلام ملحم رياشي. أهلا فيك وبتلفزيون لبنان. اشتقت لك وحبيتك وبغني لك وبدق لك يا مسهر عيني خليك معي. كل ذلك ثم يغني: أنت ما بتعرفني، ويلجأ إلى الجنون، أو أنه يختار الرواء لأنه يتمسكن ليتمكن. ما بدي شيء بس لعيونك بدي غني. بوب ستار رامي عياش، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، نورت اليوم تلفزيون لبنان. وجودك، وجود معالي، وجود شيخ الشباب. Thank you. ضيفنا ثالث مشاهدينا من أهل البيت، وهو في لبنان تحتاج إلى احتراف المشي بين النقاط، فالبرامج الوحيدة الممكنة هي نقل مباشر وعاجل والمؤتمرات الصحفية، وهي ما يحتل مكان البرامج المقررة التقليدية أو الاستثنائية. رغم ذلك استطاعت مديرية البرامج ومديرها دكتور حسن الشقور المنافسة للاطلاع على الوقائع وعلى الحالة الراهنة. أهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. ضيوفنا اليوم يعني وعدتوا ووفينا وفيتوا. اليوم عيد تلفزيون 59، ومساقبة كمان عيد رمضان، ففرحتنا اثنين. صح. أول شيء بحضوركم ووفيتوا ببعضكم، ثاني شيء كمان تنعاد عليكم. نعاد عليك. عليك معالي الوزير، مرحب فيك من جديد. تقريبا سنتين على توليك حقيبة وزارة الإعلام. تعبير المية. شو حققت وين نجحت وين شو حنقول فشل، وين خلوك ما سمحوا لك تكمل؟ بتصور كان عندي جردة كاملة استضافتني جريدة الأخبار من شي أسبوع. وكان عندي جردة كاملة حول هذا الموضوع. صحيح. وحكيت بكل الأمور. يعني عمليا تلفزيون لبنان وإدارات الإعلام بوزارة الإعلام كانوا هن الهم السائد لتطوير وتطوير أداء الوزارة وتغيير هيدي الوزارة المتهالكة والقديمة. أنا عملت كل اللي لازم أعمله، وكل اللي لازم أعمله وقف للأسف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، لأنه القرارات اللي بدك تعمليها أول شيء بدك تحضريها، بدك أنت تنجيها، بدك تولفيها لتقطع بمجلس الوزراء. أنا فشلت مع مجلس الوزراء بعد ما نجحت بإعداد كل الملفات اللي هي تابعة لإدارة الإعلام بلبنان
بشكل عام وإدارة الإعلام بوزارة الإعلام وتغيير وزارة الإعلام إلى وزارة الإعلام والتواصل. حتى هيكلية وزارة الإعلام صارت هيكلية جديدة واسمها صار جديد، ولكن كله واقف بمجلس الوزراء. يعني كأنك عم تقول أنت هلأ عم تعيش الخيبة؟ مش أكتر من خيبة، قليل خيبة إذا بدك. أنا هيك يعني ما بحب أقول إحباط، بحب أقول أنه الوضع كان محبط، ولكن الرجاء على طول موجود بأنه الأمور توصل، لأنه الناس بدها توصل، والأخر شيء الناس هي رح تحاسب المعرقلين واللي ما بدهم يكملوا. بس يمكن طال حساب الناس. ايه طال حساب الناس. ايه اكيد معلش، ولو طال بس بالاخر شيء بيوصل ما بيصح الا الصحيح. نعم. التلفزيون لبنان كنت عم بقول، وادارات الاعلام بلبنان مش هي كانت بس بوحدة الهم الاساسي، كان في هم اكبر من كل هالشيء. هالمؤسسات جزء منه هو نقابه المحررين. نعم. بلبنان يلي كمان وقفت بمجلس الوزراء. وانت كنت عم بتقول انه كمان هن ما ساعدوك يعني بالمقابله هيك؟ لا ما ساعدوني ابدا، بالعكس ما كان في نية ابدا للمساعدة، لانه برجع بقلك الدولة العميقة بلبنان عندها مشكلة مع حرية الاعلام. نعم. بالمعنى الحر للكلمة، بمعنى انه اذا بدك الاعلامي اللي هو ما بيرتبط او ما بيتواصل او ما بيعمل مصلحة مسؤول سياسي او مسؤول ثقافي او فني او شو ما كان على حساب صناعة رأي عام ناقد وبناء. وبناء ان شاء الله معالي الوزير يعني يقدر، ما بعرف الحكومة الجديدة شو بتحمل، ان شاء الله يقدر يكمل طبعاً. لانه اللي حضرناه تحضير كان تحضير انت مؤسساتي، عملت الاساس كان تحضير مؤسساتي، والمدماك الاول انوضع، باقي يروحوا المشاريع على التنفيذ، كل المشاريع تبع وزارة التواصل والحوار خالصة. نعم. استاذ رامي عياش اهلا وسهلا فيك من جديد. المبادره اللي اطلقتها بمحطه الزميله ام تي في وتلقفها معالي وزير الاعلام كانت مبادره كثير حلوه، واذا بدك يعني بتصب بمصلحه تلفزيون لبنان قبل ما تصب بمصلحتك كفنان. اليوم وفات بالوعي مصلحه اثنين اذا بدك، لانه هذا كمان منبر نحن بنفتخر فيه، هذا السند اليوم مثل ما قلت بحوار سابق أجريته، هيدا تلفزيون السند، هيدا منه تلفزيون مسيس لازم يكون، ولا تلفزيون عنده دمغة معينة. نحن عن جد هيدا تلفزيون سندنا لازم يكون، لازم نطلع عليه بكل رياحة نفسية. فأنا أطلقت هيدي الصرخة، وبصراحة للحقيقة لازم يكون دقيق مع معالي. من قبل ما نطلع بهالمقابلة مرة أنا كنا مجتمعين أنا ومعالي وحكينا بهالموضوع، لأنه هيدا نحنا ببالنا ومع الوزير فعلا، مش لأنه هو موجود أو أنا بحبه كشخص، هو مؤسساتي بالدرجة الأولى يعني. هو ما تنسى أصل الصحافة يعني. أيوة، لما هو عمل هيدي اللي كان عم يحكي عنها هلأ ونحطت on hold للأسف، طب شو بيقدر يعمل واحد أكتر من هيك؟ أنا كفنان شو بقدر بعمل أكتر من إنه أطلع على تلفزيون لبنان، نادي كل زملائي تعوا طلعوا معنا على تلفزيون لبنان، كمان تشجع الناس اللي بتابعوك كمان يحضروا. صورة بتاخد العقل، إدارة بتجنن، مذيعة بتجنن، شو بدنا بعد؟ ديكور حلو يعني. بعتقد إنه هالشي اللي أنت قلته إنه هذه الشاشة وطنية تكون بعيدة عن السياسة. نعم. طيب يعني من السياسة للسياسة بنرجع كمان، إنه حتى المعالي الوزير ما عم يقدر يمارس صلاحياته، فكل المؤسسات الوطنية السياسة هي اللي عم تشتغل فيها، شو بدنا نعمل؟ كيف ما عم بقدر مارس صلاحياتي؟ مارس صلاحياتي مش صلاحياتك يعني، تقدر تكمل صلاحيات تنفيذية تنفيذيا. نعم. أي مشروع مرتبط بمجلس الوزراء ما فيك تكملي. طموحاتك اللي انت حكيتها يعني خايفة المشاريع. المشاريع تبعيك المرتبطة بمجلس الوزراء ما فيك تنفذيها بدون قرار مجلس الوزراء. بالأخير في انتظام عام لازم الحفاظ عليه، وهذا مطلوب من الكل. عراسي بس الليتنسي معاليك يعني. للأسف يعني تخيلي من أكثر من سنة نحن اخترنا أسماء المرشحين الثلاثة من أصل 138 مرشح لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة تم اختيارهم وموجودين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. وكرمال هيك قلت دائما السياسية اللي عم تتحكم فينا. دكتور حسن الشقور مرحب فيك من جديد ببيتك اليوم. شكرا شكرا. يعني من 87 أو 78 أنت بتلفزيون لبنان. يعني أكثر من 40 سنة.
طوال كتير مدراء عامين ووزراء أعلام. يوم بعيد 59 للتلفزيون بلش من وقتها. نعم. شو بتقول اليوم بهيدي المناسبة وتلفزيون لبنان اللي انت قلت انه الزمن الجميل انتو اطلقتوا عليه لانه كان في افكار ابداعية؟ نعم حقيقة اول شيء بدي اشكر معالي الوزير على وافقته مع الاستاذ رامي عياش على هذه الحلقة، ومعالي الوزير بدي اعقب شوي على كلامه. هو حقيقة من بداية تعيينه وزير الاعلام كان حامل هم تلفزيون لبنان، وحاول بالبدايات يعني ينقل تلفزيون لبنان من وضع لوضع آخر لوضع أفضل، إن كان على المستوى تصحيح وضعه الإداري وبالتالي كمان تصحيح وضعه دوره وأداء رسالته. مش بوشه بدي أقول لك أنه كان أقرب وزير خلال أنا معايشتي على مدى 40 سنة، كان أقرب وزير لا مؤسسة تلفزيون لبنان لا تلفزيون لبنان، وهذا القرب كان يعني ناتج عن قناعة عنده عن أهمية دور تلفزيون لبنان ورسالة تلفزيون لبنان بهذا يعني بهذا الوقت السياسي اللي عم يمرق فيه لبنان. حقيقة لأنه حاول يعمل شاشة تلفزيون لبنان شاشة تجمع كل التناقضات على تلفزيون لبنان، وكان دائما يشدد إنه هذه المؤسسة لازم يكون هذه الشاشة لازم يكون هذه مساحة لكل القوى السياسية دون استبعاد أي طرف. بدي أقول إنه لكن مثل ما تفضلتوا بالحديث عمل ثلاث مشاريع يمكن أو أربع مشاريع كبيرة، إن كان بوزارة الإعلام أو تلفزيون لبنان أو المشروع الأهم لعدد كبير من اللبنانيين اللي هن محررين وصحافيين وإعلاميين لحفظ كرامتهم حتى ما يصير يعني ما يتبهدلوا بآخرتهم مثل ما عم بيحصل مع زملاء لإلهم أو مثل ما عم بيحصل لفنانين كبار لما بيتقدموا بالعمر. حاول يحفظ كرامته من خلال مشروع مهم جدا على مستوى حفظ دورهم، حفظ ديمومة عملهم، وبالنهاية كمان حفظ نهاية عمرهم بكرامة. بدي أقول أنا بهذه المناسبة بعيد تلفزيون لبنان 59 أنه تلفزيون لبنان مرق بمحطات كتير بخلال الستين سنة. من هذه المحطات كانت محطات فيها يعني كان سموها الزمن الجميل، كان فيها انتكاسات وكان فيها تراجع لسنوات طويلة، تراجع ملحوظ، لكن للأسف أنا بقول قدام معالي الوزير أنه ما كان ولا مرة يعني تلفزيون لبنان الموظف في تلفزيون لبنان كان هو المسؤول عن هذا التراجع أو عن هذه الانتكاسات. يعني من بعد ما أقفل التلفزيون على خلفية الحادثة اللي صارت أو الحدث اللي صار بسنة 2000 أقفل نتيجة تباين بوجهات نظر بين الرؤساء، مش مخصص الموظفين، واللي صار على شاشته كان خارج عن إرادة الموظفين. حتى بعض الرؤساء حاول تدخل لإيقاف ما يحصل على شاشة تلفزيون لبنان وما استطاع، لأجى التدخل الخارجي من خارج الحدود اللبنانية. فدائما بحكي بصراحة اسمح لي معالي الوزير إيه لا بالعكس لازم تخبر هذا الموضوع. ثانيا الانتكاسات مثل ما قلت لك انه الدوله اهمل التلفزيون على مدى 17 سنه لغايه الان انه ما قدرت تعين مجلس اداره نتيجه تباين بالمواقف ويعني عدم تطابق وجهات النظر بالاشخاص. مع انه انا بدي اقول شغلي هون قدام معالي الوزير انه هذه المؤسسه يعني حقيقه ما بيقدر ينهض فيها الا انسان مسؤول، يعني مسؤول على المستوى الاداري ومسؤول على المستوى المهني، يعني يكون عنده قدرة على وضع خطة نهوض لهذه المؤسسة ليرجع دوره فاعل دور فاعل بين كل المحطات، ولتكون هي المحطة إذا بدي لك الجامعة لكل القوى السياسية ولكل التناقضات السياسية بالبلد. حتى نحن أكثر من هيك نرجع للسياسة. نعم. أكثر من هيك شوف السياسة بمعناها هيك الرخيص ما تواخذيني، يعني مش السياسة بالمعنى المقدس لا. لأنه السياسة بمعناها الأساسي تختلف تماما عن اللي عم نحكي عنه. تأكيدا على كلام صديقنا دكتور حسن، في شغلة مهمة كتير أنه ما أخذ بعين الاعتبار أهمية أنه المهمة الرسولية لهذا التلفزيون دور الوطني، مهمة رسولية حقيقية. يعني هذا التلفزيون أول شيء في ذاكرة وطن كامل، في تعب أجيال، في جهد سنين لكتير ناس، انه نجي هيك نتعاطى معه باستخفاف وبطريقة اذا بدك معتورة بشكل او باخر هيدا مش مقبول.
وهيدا اللي انا كنت رافض انه يصير بشكل من الاشكال. قلنا بنحافظ على الموجود ضمن الحد الادنى لانه بالاخير المؤسسه بدها تستمر بانتظار زمن افضل، ولو كان الزمن الحالي منه زمن جميل. نعم. والدليل انه عملنا اللي بغير مجلس اداره، عملنا مجلس مديرين تيقدروا يتفاهموا مع بعض ويديروا الامور مع بعض، يستمر التلفزيون ويستمر التلفزيون. نعم. مثل ما من الجهود. نعم. حياه لوكالة معالي الوزير لا بالحد الادنى تستمر الامور افضل من انه تتعطل. والدليل انه اليوم انت حضرتك اليوم على الشاشه وكتار من زملائك ورفقاتك على الشاشه. طبعا تغطيه الانتخابات النيابيه كانت اهم تغطيه من كل التلفزيونات، كانت لتلفزيون لبنان ومجانا ومن دون ورفعوا علينا دعوه. ايه طبعا اكثر من دعوه رفعوا علينا، وبمساواه مع كافه المرشحين من دون اي استثناء. وانا بتحدى يعني يحسب انا بتحدى حدا من المرشحين يجي يقول تلفزيون لبنان ما غطاه او تلفزيون لبنان ما سال عنه. من الاستضافات وصولا لتغطيه المهرجانات، وبتعرفي قديش مكلفه وبتاخذ جهد هيدا على الشباب، ومعه حق انه ولا مره كان حق على الموظف. وهو بيعرف كمان دكتور حسن وكل رفقاته بمجلس المديرين انه انا بالاوقات الصعبه وباوقات الشده كنت على طول مع الموظف، مع اصغر موظف ضد اكبر مدير. ما كنت بحياتي ضد الموظف وحمل المسؤوليه للموظف، من حاجب لسائق لشو ما كانت رتبته. نعم. الله يعطيك القوة مع الوزير رامي. نروح معك، متذكر شيء من برامج تلفزيون لبنان؟ طبعا واعيين كثير على برامج، يعني ابو ملحم، الو حياتي، كابتن بوب، بؤساء. ايه بؤساء مش عارف. المعلمة والاستاذ. المعلمة والاستاذ. هذا البؤساء لازم يضل يحط لنا اياه حسن لانه عايشين على ايه الحالة اللي عايشينها. صحيح. برايك رامي كنت عم بتقول انه كل شيء بالتلفزيون متوفر عنا، المبادرة اللي اطلقتك برايك كيف ممكن انها تستمر؟ يعني انت قلت انه بتمنى على زملائك. بتعرفي بدك صراحة نحن بنخليها تستمر صدقا. اوكي في عندك قالب إداري، ولكن ما شفنا فيه نقص لا من خلال التعامل بالتواصل، لا من خلال الاستقبال، لا من خلال الحبكة اللي موجودة جوا. في تلفزيونات أقل من تلفزيون لبنان ولكن أكثر منهم أكثر منهم واصلين إعلاميا يمكن، أو واصلين لمحل الناس شايفته أكثر. ليش؟ ما خصكم انتم فيه. في رساله لازم نقدمها نحن كبدايه. بدي اكون صريح معك، الفنان النجم والفنان والممثل النجم والناس اللي عندهم مصداقيه بالعالم يتقاضوا اجر 80% منهم لما بيروحوا على تلفزيونات، صح ولا لا؟ صحيح. طيب نحن عم نقول تلفزيون لبنان هو المكان الوحيد يلي نحن لازم ندفع لحتى نروح عليه بالمعنى. حلو. ليش؟ لانه نحن لازم ندفع من وقتنا، لازم ندفع معنويا، لازم ندفع من 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 الانرجي تبعنا لحتى نكون موجودين على شاشته. وهيني انا فرحان كل الفرح اليوم، مبسوط وفخور ونحن كثير مبسوطين لترلي. وهيدا الشيء لازم يعملوه. هلا صديقتي مدام نسرين زواهره من اعلاميات الرائعين بالبلد، طلبت منها قلت لها طب اذا انا طلبت منك تطلعي مثلا بحلقه كل اسبوع على تلفزيون لبنان، بلايندلي قالت لي بتشرف. وغيرها وغيرها كتير، ست منى ابو حمزه، فنانات كتار زملاء لإلك، مطربين، وزراء نواب. منى عرضت بالحلقه معنا، عرضت انها تطلع. عمرك طويل. كان 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 حب علي تكون موجوده على فكره، ولكن بعتقد وقتنا انا ومعالي بهيدي الحلقه خلى وقتها مش معنا. ما يزبط. ولكن اتمنى من الجميع، نداء لجميع الناس الاخوي، نداء اخوي انه يكونوا موجودين بتلفزيون لبنان على مدار الاسبوع. عندكم برامج على مدار الاسبوع. صح. 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 بس في شغله بدي اقولها انت الطرح اللي طرحته انه نحن لازم نعطي من تلفزيون لبنان، نعطي من وقتنا ونعطي من كل شيء. بينما يعني معي شخصيا ومع بعض زملائي بالتلفزيون احيانا نحن بنتصل بفنانين ندعيهم على برامجنا، برد مدير الاعمال يا اصلا ما بيوصل للفنان، يا بيقولوا قد ايه بدكم تدفعوا، مستحيل ما يوصل للفنان، او قد ايه بدكم تدفعوا، او بضل ياجل فينا اشهر. لبناني اكيد بدق له
وشكي مع علي الوزير عليه، وشكي مع علي الوزير عليه، خليه يعرف مش بس وزيرنا، خليه يعرف وزيرنا مين من الفنانين، من الفنانين وطنيين بكل معنى الكلمة، ومين بس حاطين ماسك وعم يدعوا الوطنية. خليه في يعرف. وفينا نزيد شغلة حتى رامي، نزيد شغلة كمان، قولي انه رفض طلبنا نستضيفه وما قبل يطلع. لازم تقولي على الهواء ما في فنان ما بيوصلوا، لانه في كثير اسماء هلا بنعمل مشاكل اليوم بالحلقه. ما مشكل بس هلا بعد هالمبادره لازم ما بيقبلوا يطلعوا تعلنوا لاسباب، يعني في ناس بتبقى عندها اعذار منطقيه وحقيقيه بتبدل الموعد معك، بس بتبدل الموعد. بس اللي ما بده يطلع بالمبدا لازم ينقال انه ما حابب يطلع تلفزيون لبنان. نعم، خلي الراي العام يعرف. هل ممكن رامي مثلا تعطينا شيء من حفلاتك لتلفزيون لبنان تغطيها مثلا؟ حفلات قديمه لإلي اعطيكم اياها ولا تغطوا؟ او مثلا ما بعرف يعني شيء ممكن انت تقدمه لتلفزيون لبنان. اول حفله لإلي بعد هالحلقه لكم اكسكلوسيف. تسلم دكتور حسن، شو رايك؟ هذا حقيقه يعني شرف كبير لنا انه نحن ناخذ حفله من الاستاذ رامي، فنان كبير، قيمه فنيه كبيره. شكرا. والاضافه الى هذه القيمه الفنيه يعني فنان مثقف. شكرا. وحاضر بكل المجالات. هذا طبعا بيشرفنا نحن انه نصور له حفله. حبيب قلبي انت اصلا، واهميته انه من القلب بيعطي، خاصه اللي عم يعطيه للاطفال. انا من حكي وحاسس هذا الاندفاع، هذا الحماسي وهيدي الانتماء لتلفزيون لبنان. بتصور جزء نعم. منها هيدي نعم. هيدي الثقافة الأساسية اللي نعم. العلاقة بقيمة الفن وشفافيته وحساسيته. بس هيك كمان بمصداقيه الإنسان بيكون، أنا بعتقد يكون إنسان شبعان. أنا يعني أكلت قبل ما جيت صراحة. نعم. يكون صريح. شبعان نفسيا. طرت. هلا زمان رح فيكم جديد معالي الوزير، يعني المشاريع التطويرية للعمل النقابة إذا بدك الإعلامي كمان هي في منا يعني ما أبصرت النور. هيدا المشروع بتصدقي حافز مش للإحباط، حافز للثورة. حافز للثورة الحقيقية. وأنا بطلب من كل الزملاء يعتبروا حالهم مسؤولين مثلي وأكثر عن هالموضوع. وأنا قلت هالكلام بجردة السنتين بين مزدوجين، يعني إن ما صاروا سنتين مع بآخر مقابلة إعلامية مع الزملاء بالأخبار. هيدا منه مشروع ملحم ريش، هيدا مشروع كل إعلامي معني حقيقة بمستقبله بمصيره بالحصانة النقابية اللي بتأمن له إياها النقابته. طب ليش النقابة رفضوا؟ ما بدي يفوت بالتفاصيل هلأ، ما بيعني هيدا شيء تفصيلي، لأنه كل واحد عنده أسباب مختلفة. واحد رفض لأسباب إلها علاقة بجدول النقابة، واحد رفض لأسباب أنه إعادة تعديل القانون بما لا يتلائم مع يعني فصل الجدول النقابي. في أسباب مقنعة، في أسباب غير مقنعة، ولكن أنا برأيي كان لازم هالمشروع يتحول مع الهنات الهينات اللي بقلبه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، لأنه حتى وصلنا نقدم اقتراح لبعض النواب بيناتهم النائب حسن فضل الله اللي هو رئيس لجنة الإعلام والاتصالات، والنائب أنطوان زهرة قبل ما يخلص المجلس الحالي، يعني صار نائب سابق هلأ، قال نحن مستعدين نساعدك ونقدم مشروع قانون، اقتراح قانون مجلس نواب. بس شو بيصير؟ الحكومة فيها ترجع تطلب القانون. عشان هيك أنا أخذت شورت كات من الحكومة على مجلس نواب. نعم. تا الحكومة ما ترجع تطلب القانون مرة تانية. وطلبت من النقابتين أنه مشكلتكم ما رح أولاً تنيناتكم مع محبتي لألكم ما عم تقدموا لازم يتقدم للإعلاميين. وتحويل نقابة المحررين إلى نقابة للإعلاميين بأي وسيلة إعلام اشتغلوا، هيدا مشروع العمر لكل الإعلاميين. يعني حضرتك اليوم بالتلفزيون، بكرة يمكن تشتغلي بإذاعة. صحيح. عليك تبلغي نقابتك إنه أنا نقلت من هون لهم، مثل ما الطبيب ببلغ نقابته نقلت من هالمستشفى لهالمستشفى، أو زدت على اختصاصي اختصاص ديجيتال مثلا. بس أنت عليك تبلغي النقابة واشتغلي بأي وسيلة إعلام اللي كان. النقابة مسؤولة تحمي حقوقك. نعم. مسؤولة أكتر من هيك، تأمن لك الحصانة النقابية، مش يجي يستدعيك دركي أو يستدعيك مدعي عام أو مين ما كان على التحقيق بدون مراجعة النقابة. مسؤولة تحمي عن حريتك. بس للأسف الاستابليشمنت الدولة العميقة ما بدها هيدي الحرية، بدها بدال ما نقيب طبعا. ليش سامحينا بنقابة الأطباء؟ ليش سامحينا بنقابة المهندسين؟ ليش سامحينا بنقابة المحامين؟
ليه ما في نقابة إعلاميين تحمي حقوق الإعلاميين؟ مع الوزير الحديث معك اليوم كتير حلو، لكن خلينا نتوقف نحن وياك قبل 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 الإعلام، لأنه هو بيقرر الإعلام. هيدي كتير تقهرني هالقصة عبير عن جد، وبتعرفي قد ايه بتزعلني؟ بتزعلني لأنه الإعلاميين ما أخذوا على عاتقهم يعملوا معركتها. هيدي إذا بتسمحي بعد الإعلام تابع هيدا الموضوع. بدي كمل هيدا الموضوع معاليك والضيوف الكرام، بدي استأذن منكم ولكن بنرجع بعد الفاصل. اهلا وسهلا بجديد مشاهدينا، من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيوفي. معالي الوزير، كنت عم تقول فكرتك قبل الفاصل، بس بدنا نقرصن فيديو كليباتك. انت تبعت لنا اياهم قبل ما نكمل؟ بعد في تيابي ما اخذتهم. انا عيوني لكم، بستغلك بالعكس ليترلي. انا عن جد من خلالكم تعتبري الموضوع كله صار عندكم. اذا الله رب كليبات طبعا. معالي الوزير، يعني عن جد عم تحكي بقلبك غصه، كمل حديثتك عن النقابات. النقابات لك شغله، كنا عم نحكي قبل الفاصل عن اهميه نقابه المحررين. نعم. هي اسمها نقابه المحررين لانه الاسم عريق وله تاريخ، ولكن هي عمليا نقابه الاعلاميين. ولكن كل اعلامي هو بطبيعته محرر، بس ما في يكون محرر اذا ما كان محرر. اللي هو صحيح. هو جداً. اسير المال، اسير الفقر، اسير العوز، اسير الحاجه، اسير الوظيفه، أسير أسير الركض وراء إدارات مترهلة. مليون مشكلة عنده، كيف بده يساعد الرأي العام؟ كيف بده يقدم رسالة مختلفة عن هيدا البلد؟ بالنهاية لبنان إذا ما كان في إعلام حر ما له قيمة أبداً، ولا له أي رونق بهيدا المتوسط. نعم. المحرر هو كيف موجود؟ هو موجود لأجل رسالة محددة مثل ما وصفه القديس يوحنا بولس الثاني. مش موجود لأي هدف آخر، لا زراعة فيه ولا صناعة فيه ولا في مواد أولية على زياد الرحماني. بقى من هون خلينا نبلش. شو بدنا نحن بهيدا البلد؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدنا بلبنان؟ بدنا هيدا بلبنان. هيدا بلبنان ما ممكن يتأمن إلا إذا في نقابة تحمي حقوق هالناس، تتحمي حريتهم وكرامتهم. ليش؟ لأنه لما نقابة بتأمن هالحقوق ما بيعود الإعلامي أسير عند أي حدا، سواء كان سياسي أو إداري أو غير شيء. صحيح. يعني إذا شركة إعلانية ممكن مثلا هلأ تكون عم تعمل، عفوا مش شركة إعلانية، عم بقول مثلا عملية صناعية معينة بدها تحط إعلان عندك، ويمكن تكون هي شيء مش منيح، إذا سبيتي فيها وقلتي بتحقيق معين أنه هيدي البضاعة مش منيحة، بشيلوا الإعلانات. انت بتكوني مكتفية لدرجة انه ما تتأثري اذا شالوا الاعلانات. صحيح. وتقدري تقولي الحقيقة وتستقصي عن الحقيقة. حلو. بكل معاني. بس هني ما بدو هيدي هي الهدف الاستراتيجي، وهذا الهدف الاساسي للنقابة. النقابة بعدين بس يصير واحد عمره مثل صار هي النقابات وجدت لحماية الاشخاص. بدي اسمح لحالي وجه له تحية. نعم. من شاشة تلفزيون لبنان، لانه هو من مؤسسي تلفزيون لبنان، صديقنا وحبيب قلبنا جان خوري. جان خوري، وين النقابة اللي بدها تهتم فيه وتسأل عنه بهيدا العمر؟ مثله مثل رفقاته. عرفات حجازي الله يرحمه، وين النقابة اللي سألت عنه واهتمت فيه؟ وزملاء كتير بتلفزيون لبنان وخارج تلفزيون لبنان، مين سأل عنه بآخرتهم؟ ما بدهم نقابة تحمينا معالي الوزير. أبدا. النقابة لازم تأمن سقف الحد الأدنى للتعاقد مع الإعلاميين، تا ما يجي واحد دخيل على المهنة ياخد شغلك بس لأنه قبل يقبض أقل. بدها النقابة تحمي هيدا الحق. بدها تأمن بعد التعاقد الأصول التعاضد المهني والصحي. يعني تعطلت عن العمل، نقابتك بدها تهتم فيكي. لا سمح الله سخنتي، نقابتك بدها تهتم فيكي. وبدها تأمن تقاعد لهالشباب هول تيعيشوا آخر نهاية عمر. والفنانين كمان عم بيعانوا من ذات المعاناة. ذات المعاناة عندهم ياها. سوري، قلتي له ما عم بيخلوا النقابات. مين ما عم بيخلي النقابات؟ السياسيين والنقابات. لا لا لا، مسؤوليتنا نحن أكتر من غيرنا. طب ما هن الإعلاميين سمعوا بهذا الموضوع، عارفوا ليه ما وقفوا؟ أنا بدي خبرك شغلة. والفنانين كمان موجودين. أنا رح جاوبك عن الشقة تبعنا. نعم. بس جاوبيني عن جد عن الشقة تبعكم. طب إعلاميا أنتوا عندكم نقابة، نحن ما عندنا نقابة. نحن نقابتنا مشتتة، نحن نقابتنا مش موحدة. مش موحدين نقابتنا نحن. نحن أهم بلد فني بالوطن العربي كله. يا عمي نحن أجمل مراية للفن. نحن أول نقابة لازم السياسيين يشتغلوا عليها والدولة هي الفنانين، لأنه نحن اللي عم نجيب السواح. شو عم يجوا السواح حبيبتي؟
يعني انشأنا أم أبينا؟ ليش بدهم يجي السواح؟ أنا بعرف كتير منيح على الفن اللبناني قديش جاب سواح عربية على لبنان من الخليج، من مصر، من الأردن، من سوريا. طب ليش الفنانين ما بيتحتوا؟ هيدا اللي بدي أقول لك إياه. بما أنه صارت كل نقابة تجيب فنانين لعندها، فكر الفنان أنه هو خلص صار عنده نقابة، بينما نقابته ضعيفة كتير، لازم النقابات تتوحد. هو الاتحاد قوة على كل حال. أنا من عندي بقول تعوا نعمل مظاهرة فنانين، بس المشكلة ما بيحطوا إيدهم بإيدهم بعضهم بهالبلد، ما بعرفني كيف بصراحة، ما بعرف شو في بمصر كيف كله بيتكاتف كرمال، ما بدي أحكي على الهواء بهالمواضيع. anyways لازم دايما نفرج الصورة الحلوة unfortunately. تعا نعمل صرخة، تعا نحط إيدينا بإيدين بعض، نخلي عنا نقابة بيت نفوت عليه نحكي كلمة. يا عمي أنا بروح على بلد معليك، مش رح أذكر شو هي البلد، بيطلعونا من تيابنا قديش في restrictions لازم نعملها كرمال هالحفلة. طيب إذا جبت سيرة بلد عربي أو خليجي ممنوع تفوت عليك لحياتك. طيب ما بينسبب لبنان وبينسبب شعبه وبينحكى عن زبالته وبينحكى عن الفن تبعه وبينحكى فن هابط وهيدي كيف تع... طب ما في حدا بيفوتوا على المطار البواب مشرعة. ما عم بقول لك ما مش عم بنتقم من حدا، بس عم بحكي الحق. هيدا حق هالبلد، مش عم بفهم يعني إذا من فنه ما في طريق مكشوفة حلوة بيضة واحد يحكي فيها، عشو بقى بدك تحكي؟ نعم كرسي. أستاذ حسن، نقابة الموظفين تلفزيون لبنان هي بس للموظفين المثبتين؟ نعم. طيب الميومين والمتعاملين والمتعاقدين هن أكثر من الموظفين، وين هيدول بيكون حقوقهم برسمك؟ أنا بدي أوضح هذا الموضوع، يمكن معالي الوزير معني بتوضيحي. أنا كمان. من وجهة نظري أنا، طول عمرك كان في بتلفزيون لبنان نقابي فعلي لحين إقفال تلفزيون لبنان بسنة 2000 بشباط 2001، وبالدليل أنه عند الإقفال هذه النقابات اللي كانت موجودة مجالس النقابة السابقة حافظ على حقوق الموظفين بشكل كامل، وحتى يعني بغض النظر عن أنه الله يرحمه الرئيس شهيد رفيق الحريري كان يعالج كتير بعض المشاكل للمؤسسات كانت موجودة بالمال، ما عنده كان مشكلة المال، لكن كانت هذه النقابة الموجودة حافظت على حقوق الموظفين. ما بعد تلفزيون، من بعد ما فتح تلفزيون لبنان بسنة بحزيران بأيار 2001 ب25 أيار، حقيقة ما كان في ستركتور لتلفزيون لبنان، ما كان في أورجانيجرام، ما كان في موظفين، كان في مجموعة موظفين اتفقوا عليهم بمجلس الوزراء، قعدوهم من أصل 600 موظف رجعوا 47 موظف اللي هني حقيقة ما بيقدر يعملوا تلفزيون، ما بيقدرش يعملوا محطة FM، وبقي هذا الحال لتشغيل تلفزيون لبنان على مدى سنوات، يعني لحدود 3-4 سنين 5 سنين بقى تلفزيون لبنان لا يتجاوز 80 موظف، بينما المحطات الإرسال كانت لحتى تقدر تمشيها بدك قد هذا العدد، هذا الرقم بدك لتعملي مديرية برامج أو مديرية أخبار بدك أرقام كبيرة، لكن التطورات السياسية سمحت لتلفزيون لبنان أنه يبلش يضاعف أو يزيد عديد موظفينه. هلأ كموظفين أنا بدي أقول لك بقانون كان تلفزيون لبنان السابق، ما بعرف اليوم، أنا بعرف أنه نظام الشركة ما زال هو ذاته شركة مرفق عام تديره شركة خاصة. هلأ المقدم البرنامج كان يعمل عقد على عدد الحلقات، على فصل، على فصلين، على 3 فصول، لكن بيبقى العقد واضح بهذا الموضوع. الموظف المياوم حق، وما كان في شيء اسمه موظف يعني بالقانون بتلفزيون لبنان موظف مياوم، كان في موظف يفوت 3 شهور يا اما بتتفق معه الاداره بيصير من ضمن ملاك التلفزيون بيتثبت بالضمان بيصير له كافه الحقوق او بيقولوا له ميرسي يعطيك العافيه انت ما استوفيت الشروط ولا قدرت تحضر يعني ما توفرت فيك الكفاءه المطلوبه منك لتشتغل. هون صار في لغط، صار في بعض البرامج نتيجه التدخلات، بيعرفها كثير منيح مع الوزير، استمرت اكثر من 5 سنوات، من 7 سنوات، من 10 سنوات. هون صار هذا الشخص عم يسال طب انا وين وضعي، انا صار لي 10 سنين عندك، في 10 سنين صارك انت عم تقدم برنامج صحيح،
لكن عقدك بيقول انه هذا العقد بتجدد كل 3 اشهر او شهريا او مش عارف تحت اي صيغه قانونيه، لكن مقدم البرنامج بيبقى مقدم البرنامج بيبقى علاقته مع هذه المؤسسه لا لا مع هذا البرنامج. هلا ليصير موظف المقدم البرنامج ما في شيء بالاورجانيجرام، وكان الوزير عم يسعى لهيكليه حديثه جدا جديده يعني تتلائم مع متطلبات هذا يعني الزمن. لو عينوا لنا مجلس الاداره خلال 16 شهر بوعدك كان تلفزيون لبنان حيصير الاول بالمتوسط، نعم، ولكل الناطقين باللغه العربيه بالعالم لو يعني عينوا لنا مجلس اداره. كان استاذ حسن بس في نقطه قلتها انه هالمقدم البرامج اللي كان يعني ما هو عم يقبض على الحلقة عم يبقى يعني. كمان احيانا قلت عم يبقى نتيجه ضغط. لا مش عم يبقى نتيجه ضغط، البرنامج مثلا استمر لوقت طويل، ان كان لقيمه البرنامج لنجاح هذا البرنامج او ان كان لمداخلات معينه. لما عم بيصير عمره 10 سنين هذا البرنامج، لما بتطرحي انت هذا المشكله على محامي او على مسؤول سياسي او على الوزير المعني مباشره، يسألك 10 سنين انت اكيد لك حق، لكن هو بالقانون ضمن نظام تلفزيون لبنان قياسا على نظام تلفزيون لبنان بالقانون هو متعاقد على هذه الحلقه على هذا البرنامج على هذا بدل الاتعاب. عرفتي كيف مدام الموضوع هون اللي عم بيصير اللغط، ما لازم يستمر يعني هذا الموضوع من دون توضيح. هذا في ناس اعتبرت انه مجرد ما قدم برنامج لمده 2 سنين على تلفزيون لبنان يعني انا لازم ابني مستقبلي على هذا البرنامج. ما في برنامج بيستمر حقيقه، مفترض اي برنامج بالتلفزيون مهما كان اسمه كبير ومضمونه له قيمة، أنا برأيي بعد 2 3 مفترض التغيير بده ينتهي، بده يبلش بروح جديدة بدم جديد بأفكار جديدة، لأنه هذا البرامج طبعا رح نكمل عن موضوع ونحكي بالبرامج، ولكن رح نفوت مع معالي الوزير بتست. أنت حاضر؟ أوكي، بدك تكون سريع وبدك تكون جريء مثل ما بنعرفك مثل معودتنا واضح جدا. بلش بالسؤال الأول، بين الصحافي والسياسي ماذا تختار؟ صحافي. أنا تفضل الإقامة بالخنشارة أو ببيروت؟ خنشارة. هل ننتظر عودتك في الحكومة القادمة؟ ما بعرف، مش عندي الجواب. هيدا السؤال ما بنرجع له إن شاء الله. هل أنت راض عن ملحم رياشي الوزير؟ كتير. كيف تصف العهد بكلمة؟ كويس بس بيعمل أحسن. نعم. ليش بيعمل أحسن؟ لأنه عنده القدرة الرئيس يعمل أحسن، بس كمان مثل ما عم بيحاربوني عم بيعرقلوه. نعم. حلو. نعم. قلت هل ما بتعرف إذا بترجع بالحكومة الجديدة؟ إيه، لأنه القرار بإيد الحكيم مش بإيدي. ما تشاورته بالموضوع؟ ما بحكي بهالموضوع أنا. يعني فجأة بتجي التسمية؟ نحن إذا بتسمحي لي أقول هالشغلة، مثل الرهبان، ممكن تكون راهب بالحقلة، ممكن تكون رئيس عام، ممكن تكون مدبر شي مطرح، بس وين ما كنت بتكون راهب. حلو كتير. إيه، الله يطول بعمرك معالي الوزير، وبدي أعطيك دائما هالقوة. قلت بتحب أكتر الخنشارة من بيروت؟ أكيد. بنعرف قد إيه أنت مرتبط فيها الخنشارة. قديش بتحس انه بتلهيك عن صعوبات المدينة وضغوطات العمل السياسي؟ مش بتلهيني، بتريحني. قصدك بتريحني تقولي يعني بتريحني؟ ايه، بتلهيك عن هموم الحياة. خاصة انا عندي اذا بدك مطارح خاصة بعد الخنشارة محافظة عليها ومحافظة على طبيعتها، مثل صخور دير مار يوحنا يلي تقريبا بعيش نص وقتي بس كون بالخنشارة فيها عليها وحولها، سواء كان تلج أو شتي أو صيف. نعم. هيدي المطارح يعني إذا بدك يمكن مثل منسكي، مثل مطرح بياخدك على بعد ثالث ما بتلاقيه بالمدينة، مش بسهولة بتلاقيه بالمدينة إلا لما بدك تكوني بكتير وضع تأملي أو مديتاسيون يعني خاصة، ما بتلاقي الوقت لها. نعم. الخنشارة بتقدر تأمن هذا المطرح وهذا الوقت. مع الوزير إذا رجعوا طلبوا منك تكون وزير إعلام رح تقبل؟ رح كتير فكر قبل بهيدا الجو اللي كنت عايش فيه. أنا بتصور صراحة عملت أديت رسالتي وخدمتي بوزارة الإعلام مثل ما لازم، ونقلتها إنها تكون وجهزتها
انها تكون وزاره تواصل وحوار تامن، والبنيه التحتيه حرام ما بدي اظلم حدا مؤهله بوزاره الاعلام لكل اذا بدك مفاهيم الحوار، لانه في عنا عناصر وموظفين كتير ناشطين وكتير شاطرين ومن نخب المجتمع. انا رفضت يحطوا لهم هيدا شو بيسموه البصمه والتدكيس، لانه هودي نخب حرام يتم التعاطي معهم بهالطريقه، وبعدني برفض هيدا الشيء. بيجوا على شغلهم بقناعه ذاتيه بس، ولكن ما عندهم رساله ولا عندهم مهمه. الوزاره بدها ميسيون، بدها مهمه. وزاره الاعلام صارت متهالكه، ما لازم بقى تضل، لازم صلاحيات وزير الاعلام تصير عند المجلس الوطني للاعلام وينشال منه، يبطل مجلس وطني للمرئي والمسموع، مجلس وطني لكل الاعلام، وهو يحمل صلاحيات وزير الاعلام، وزاره الاعلام تتحول لوزاره تواصل وحوار، تأمن تكون وسيط الجمهورية، تأمن بين الناس وبين الدولة كل خدمات المواطنين. يلي ما بيقدر يوصل على وزارة الأشغال وشايف جورة على الطريق، بيقدر من خلال القسم اللي أسسناه بوزارة الإعلام اللي اسمه قسم التواصل يوصل لوزارة الأشغال. بجزء تاني منها وزارة الإعلام لازم تكون قاعدة ومنصة للحوار بين الطوائف والأديان والشعوب. بسألك سؤال بس، ليش بده يكون جنيف أو الأستانة أو سوتشي أحسن من بيروت؟ ما بحياتك كان شيء أحسن من بيروت. بيروت أم الشرائع، بيروت تأسست فيها الحريات وكرامة الناس من هيدا الشط. نعم. ما بعتقد أنه حدا له حق ياخد دور بيروت، والتقصير علينا نحن، مش حق على سوتشي ولا على أزيتانا، وأكيد مش علينا نحن. طبعا حق علينا نحن. السوريين فيهم يتحاوروا ببلدنا، اليمنيين بدوا يتصالحوا، بس نحن ما فيهم يجوا على لبنان، باستثناء المشكلة القضية الفلسطينية وإذا بدك والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأنه نحن طرف في هذا الصراع، كل الحوارات فيها تكون ببيروت. نعم. وليه ما بدها تكون وزارة الإعلام مؤهلة أن تستضيف هالحوارات؟ نعم. هيدا بتمنى الوزير الجاي يكمل هيدا. معالي الوزير، إحنا بتمنى أنه كل هالأشياء اللي أنت حكيتها كنت تعملها. أستاذ رامي، عملتها يعني. ما فيك كنت سؤال بس لا تما تقطع هيدي هيك كمل. انا كنت انا عملتها وصارت بمجلس الوزراء. ايه بس وين شو مصيره مصيره مع الوزير الجديد انه يعمل يكمل فيها يعمل يعني. بريبريشن جديد لاول جديد خلص يكمل خلص فيها، ما هذا بس بيحققها بيقدر يحققها. اذا بدك تكون وزير مرتجي، نحن طبعا نحن بنطمع انك تكون انت وزير مرتجي لانه اوريدي عملت كل هالبريبريشن، ليه ما بتكملها معنا؟ انا كنت عم بقول مع الوزير كل الطروحات اللي انت طرحتها لتوفر منها للعمل منها في العمل في حدا فيها. بدي اقول لك شغلي، انا مؤمن بالمؤسسات وبشكرك على المقدمه اللي قلتي لي فيها اني بحب المؤسسات، لانه الاشخاص بيفلوا. انا يمكن مثلا افترضي انه مش بس بطلت وزير، مثلا صار معي شيء ما عدت اقدر جيت على الوزاره، بالاخير بده يكون في وزير بديل ووكيل. من هالزاويه هيدي المؤسسه هي بتكمل، المشاريع جاهزه وموجوده وخالصه كلها سوا، من نقابه المحررين لوزاره التواصل والحوار لهيكليه جديده لوزاره الاعلام لمشروع تلفزيون لبنان اللي عم قلك 16 شهر ممكن يقلب مشهد اللبناني كله سوا. حتى بتلفزيون لبنان نحن شغلين على برودكشن هاوس، ممكن كل التلفزيونات والسينمات كل الشرق الأوسط يجي يصور بلبنان. أكيد. ليه بده يروح يصور برات لبنان؟ وكلنا بنعرف وين بيروحوا الشباب، بيجوا بيصوروا بلبنان وبأسعار أرخص، وهل قد بيصير تلفزيون لبنان منتج ومعه مصاري؟ نعم. هيدا المشروع الأساسي، وأي وزير بيجي فيه يكمله، مش ضروري يكون إن شاء الله مع الوزير. خلص التست؟ لا ما خلص التست. رامي، يعني بنعرف انه عندك عياش للطفولة المؤسسة الإنسانية. نعم. غير انك انت فنان وموهوب وصوتك جميل. نعم. ونجم. هيدا الشق الإنسان اللي واضح فيك من خلال طرحك لمبادرة التلفزيون لبنان، خبرنا شوي عنه. هيدي باشن كتير كبير من عمره 12 سنة أوفيشلي. يعني رسميا عمره 12 سنة. جمعية عايش طفولة صار فيها 2000 طفل بلبنان الحمد لله، بيتعلموا من الشمال للجنوب، بيتعلموا مجانا يعني مع تنقلاتهم مع القرطاسية مع الأقساط، وكل الدعم بيجي من حفلاتي. يعني ما عندي دعم من برا، بيجي كل حفلاتي هي بتصب بهاي الجمعية، ليكون هيك حتى بيني وبين حالي عندي مصداقية بيني وبين نفسي كتير كبيرة انه هيدي من تعبة الجمعية بكل ما الكلمة من معنى. وبالمغرب عنا 4000 طفل تقريبا كمان بذات الطريقة بيتعلموا. فتحت فرع الموسيقى المجانية
كان معي النائب غسان، النائب السابق غسان خيبر، غسان خيبر، وست نورة جنبلاط. فتحنا فرع ببعقلين ضيعتي لتعليم الموسيقى المجانية. وفي يعني طلاب بيجوا بيتعلموا بيشوفوا؟ طبعا طبعا اكيد، نحن بنخرج 220 طالب تقريبا كنا بالسنة. نعم رامي، بعتبر انا صوتك امتداد للزمن الجميل، كيف عم تقدر ترضي كل الاذواق يعني الجيل الجديد وطبعا يمكن الجيل اللي قبل؟ لكن في صعوبة بالجيل الجديد صراحة. في صعوبة لانه هذا الامتداد منه سهل، بده ثبات وبده شخصية قوية كتير، لأنه الجيل الجديد بيروح بموجة معينة، فأنت لترديه على المسار الصحيح بده يكون عندك الثقة الكاملة، الشخصية اللي بتقدري تعملي إنفلونس عليهم، ترجعيهم شوية تقليلهم لا في فن حلو، في فن أولاد ولادنا لازم يسمعوه ويفتخروا فيه، مثل ما نحن هلأ بنسمع أم كلثوم، عبد الوهاب، وديع الصافي، فيروز، بنقول يا الله شو هالزمن الحلو. طب ليش نحن بزمننا مش ممكن يكون في عنا كمان هيك نوع من الموسيقى؟ فنحن أنا وبعض هالزملاء الشاطرين بنحاول نعمل هالتاتش. أنا كمان مثل ما بعرف أغلب أغانيك من ألحانك يعني. نعم تقريبا تقريبا. تستعين بعض الأحيان بتريشي. تستعين بتريشي طبعا. وعلي الوزير بتحمل جو بريريشي أصدو ما يفكروا أنت اللي عم تطلع. أنا عملت غنية واحدة وما بعيدة والله وعخيك شو بس كمان أنت يعني سابق العصر. أنا كتبتها طبعا. طب مش بس كمان صوتك حلو وعندك تقليد حلو، ممثل يعني مش هتبه. أنا مش مخبر شيء، أتمنى ما تخبر شيء ما عليك. أنا كتير أمير الليل حبيته بالتمثيل يعني كممثل، مع أنه كانت تجربتك الأولى وأحيانا نحن بالدراما كان دورك حلو هيك في شوية عنفوان كمان بالتقليد. قديش بتشتغل على موضوع التقليد؟ شوفي أمير الليل بصراحة هو بيشبه كل رجل لبناني بهديك العصر. توافقني معليك؟ 100% يعني شخص اللي بحب المبادئ. استرجع عرضك أنا أنت شيخ الشباب حبيبي. مواطن بحب وطنه، وطني بكل معنى الكلمة، عنده عنفوان، عنده شخصية، عنده إرادة. هذا كان بعتقد ربينا هيك على مثال الرجل اللبناني بصراحة. نعم. يلي كانوا ضد الانتداب، يلي كانوا يهتموا بشرفهم بعرضهم بأرضهم. عندك شيء هلأ جديد بدك تعمله؟ عنا هلأ تمثيلي مسلسل جديد يعني بنعتبر أنه أنت عم تعمل هيك إن شاء الله. قصته حلوة كتير بس مش تابعة لرمضان، يمكن لرمضان الجاي، ولكن اعتقد هو خارج السباق الرمضاني يعني. نعم رامي، يمكن امير الليل تعرض لشويه انتقادات بس ما ننسى انه كانت تجربتك الاولى وكانت يعني انا كنت شايفتها تجربه ناجحه، بس دغري نحن بدهم يقطعوا راس الانسان بالسيف من اول تجربه. بتعتبر انت انه يعني امير الليل كانت خطوه جريئه من قبلك بالتمثيل الدرامي؟ شوفي بدي اخبرك شغلي، مثل هيدا الشجرة المثمرة مش رح أقلك إياه لأنه هيدا صار دائما بيرشقوها. لا انسي الموضوع كله، الموضوع بما فيه هو إنه لما بتلاقي نجاح مسلسل مع عامة الشعب بشكل كتير كبير وانتقاده من كم صويحفي حتى أو إعلامي صغير تابع لمؤسسة معينة أو تابع لممثل معين أو تابع لمدير أعمال معين لفنان معين، للأسف ببطل فيك تردي عليهم الأقليات وتنسي نجاح عام كامل متكامل. حتى هون يمكن بلومك شوي إنه نجاح مثل هيدا حتى أنت كإعلامية ناجحة وشاطرة مش لازم تضوي على محل كتير زاوية صغيرة تعطي فيها بلجر وكريدت لشخص قدر انتقد وفكر حاله علم، لأنه أمير الليل مسلسل ناجح، الناس حبته، حكي عن اللبنانية بأفضل طريقة ممكن تكون. فمن هون ورايح إن شاء الله بيكون النجاح أكثر. نعم. وأكثر إن شاء الله. رامي، دكتور حسن معالي الوزير، رح نتابع حديثنا معكم ولكن مشاهدينا بعد الفاصل. عم
عودة مشاهدينا لنكمل ما تبقى من الحلقة الجميلة من ليل وقمر. دكتور حسن الشقور، يعني تلفزيون لبنان مر ويمر بأزمات متلاحقة، تحس حالك هلأ صرت عم بتدير أزمات بتلفزيون لبنان، ومعروف عنك أنك أنت هادي وهيك عندك يعني رصانة وحكمة بإدارتك للأمور. تسلمي. حقيقة مرقنا بأزمات كتيرة، خاصة من 2001 لغاية اليوم، لغاية الآن لسنة 2018. محاولات كتيرة حصلت، وبالتالي كمان محاولات معالي الوزير لإنقاذ تلفزيون لبنان. هو وعد حقيقة، وعد صريح وعلى شاشة تلفزيون لبنان بآخر حلقة من حلقات التحدي الكبير بسنة 2016، وعد انه بأقرب فرصة رح يعمل جهد كبير ليصير فيه، ليحط تلفزيون لبنان على سكة اللي مثل بيقولوا على السكة الصح، يعني أمن له مجلس إدارة مع رئيس مجلس إدارة مدير عام، وكان واضع خطة للنهوض بتلفزيون لبنان. للأسف ما صارت، يعني من هون كمان تمددت الأزمة. المرحلة السابقة كان فيها كمان حول مجموعة ملاحظات حول أنونية المدير العام، مش أنونيته، صلاحياته، عدم صلاحياته. قبلها من سنة 2001 لسنة 2013 ما عينت الدولة رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة تلفزيون لبنان، ظل أعضاء الموجودين لمدة تقريبا من 99 2013، يعني 14 سنة ونص بقيوا. وهذا كمان شيء بيستغرب، يعني أنه الدولة ما تقدر تعين، وأنا مش هون بموقع النائد يعني ولا موقع المعارض، بس أنا عم أقول يعني مرقت أنه هذه الانتكاسات اللي كان دائما تنعكس على دور تلفزيون لبنان وعلى أداء تلفزيون لبنان كانت تنعكس على شغله، مش لأنه هو ما بده يشتغل، أو مش لأنه هو تلفزيون ما في خبرات أو ما في كفاءات أو ما قادر يجدد حاله ويطلع من هذه الأزمات، لكن هذه كان بدها قرارات، بدها موافقات من مجلس إدارة، وكان مجلس إدارة يعني ما توغزيني، كان ما في مؤسسة بتمشي ب70,000 دولار تقولي هذا تلفزيون بده يعمل أول ما أعيد فتحه. وضل التلفزيون على مدى سنتين ثلاثة لوصل ل200,000 دولار ميزانيته، وهدول كانوا يروحوا نصهم للمازوت للمحطات ولقطع الغيار اللي كانت. أنا بتمنى بحاجة اليوم من خلال حديثك دكتور حسن واللي طرحه مع الوزير وأستاذ رامي، أنه تكون شوي يعني في سياسيين عم بتابعونا أو يوصل صوتكم، وخاصة أنه هلأ عن جد معالي الوزير يعني عملت لنا أنت خطوة كتير كبيرة بالمونديال، نحن بدنا نتشكرك فعلا. يعني هاي الشغلة كتير صراحة فرحت لنا قلبنا، وخلت الناس تخلي الناس بكرة يرجعوا يتعودوا على الشاشة التلفزيون لبنان. فقبل ما نفوت بتست مع رامي، شو بدنا نحكي عن موضوع المونديال؟ أخذ كتير من مجهود. أي المونديال أخذ مجهود، وكمان مش وحدي أنا عملت هالموضوع، يعني كان رئيس الحريري والوزير فناش والوزير جراح. أنا طلبت بمجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لتحمل مسؤوليات هالموضوع، لأنه في كلفة مش على الدولة مباشرة، هي سبونسورشيب على شركات الخليوي خاصة، وأنا رافض بكل الوسائل أنه يتم قرصنة المونديال عبر الشاشة، لأنه صارت بالسابق وعملت صيت سيء للتلفزيون، وحتى القطريين كانوا رافضين يتفقوا معنا بسبب اللي صار سابقا، فرفضت هذا الموضوع كليا. واشتغلنا كتير يعني، والرئيس الحريري حرام كان حط جهد كبير لهذا الموضوع بالذات، لقدرنا أخذنا المونديال. رح نفوت بمود جديد بالحديث معك رامي، وهو تست لإلك. ما بنعرفك نحن كتير هيك ما صريح، بتقول للمخرج سيمون أسمر شكرا أو الله يسامحك؟ بقول له شكرا الله يسامحك. أنا بحبه كتير، مع أنه هو العدو اللدود يعني من إيه طبعا من السنة 97 أو 98، ولكن بقول لا مخرج بعد سيمون أسمر، ولا إخراج بعد سيمون أسمر، ولا إدارة أعمال بعد سيمو أسمر إلى أبد الأبدين في لبنان. نعم، حلو الواحد يكون يعني يحكي الحقيقة حتى لو في ما بعرف سوء خلاف. هل غيرتك الأبوة؟ غيرت الوقت طبعا، غيرت مسار التفكير، ولكن أنا بحب العائلة كتير. واضح هيدا الشيء. أنت مع الألقاب اللي تطلق على الفنانين مثلا بوب ستار رامي عياش؟ مش بالضرورة صراحة، لأنه الاسم هو اللي بيعلق بأذهان الناس مش اللقب. صحيح.
هل أنت راضٍ عن القانون الانتخابي الجديد؟ بدي أكون راضي عن القانون الانتخابي بشكل عام يعني. بين حقيبة وزارية أو أن تبقى فنان، ماذا تختار؟ اثنين، أنا بعتبر حالي بمثل بلدي بالعالم مثل أكبر سياسي بالعالم. ما 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 في. نحن ياها. هذا رأيي. هذا رأيك. طيب. كنت عم بتقول إنه الله يسامحك لسيمون أسمر، وقلت عنه إنه مخرج كتير كبير وما في ما في حدا من بعده، بس أنت كمان تقبل إنه مثلاً يعرفوا عنك رامي عياش بلا ما يقول بوب ستار؟ طبعاً أكيد. أكيد. ما بيكون عندك كويشن؟ هلا بزيد البادجت بس لا عادي. طيب رامي، كنت عم تقول قبل من شوي إنه خلينا كتير نكون إيجابيين، كيف بدنا نكون إيجابية لما يكون الوضع كتير سلبي؟ إيه، ما نحن كرمال هيك نحن مراية، يعني ما فينا نكون هالقد مراية كتير كلير، لأنه كل شيء خاصه بالإعلام وبالإضاءة، رح كون صريح معك، we have to sugarcoat little bit things، ما فينا نطلع هالقد بكل شفافية إلا على الأخبار أو بنكون عم نواكب حدث سياسي معين، بس نعم. هالقد we have to sugarcoat things شوي. هلأ نحن بوقت المونديال، أنت مع مين بت مين بت أنا علمني بي يكون برازيلي، وبعدين جوزت داليدا، داليدا نصها برازيلي، إجت باي ديفولت. مضطر يعني ولا بتحب؟ لا بصراحة من بعد آخر مباراة صرت مضطر هلأ، بس أنه بعد آخر مباراة هلكنا فيها. معالي الوزير، أنت مع مين؟ روح كل لبنان بيعرف. ألمانيا. 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 إذا خزت ألمانيا حيوقف لنا الفوتبول معالي الوزير. أنا كتير مش أنا مني كتير أنتو فوتبول وهيك قصص، بس أنا كتير بحب الشعب الألماني. بعتبر إنه خاصة مدام رامي معنا رح نحكي بجانب آخر من الشعب الألماني. بدي أقول لك شغلة، تعرف إنه تخيل الدنيا بلا بيتهوفن ومهلر مثلا. طبعا طبعا. تخيل قديش بيكون ناقصها أشياء. طبعا طبعا. أهم يعني طبعا يعني الشعب الألماني قدم كتير أشياء للعالم، خاصة بالعصور الحديثة، مع أنه منه شعب كتير قديم يعني، بس قدم كتير إشياء للعالم، يعني عم بحكي من أكبر الموسيقيين بالعالم، أكبر الكتاب بالعالم، الفلاسفة كلها بالمدرسة، بعدين الجامعات الألمانية كمان، المدرسة الألمانية. أنا من هون بحب الفريق الألماني يعني، أصلا ما بتابع الفوتبول إلا الفينال والدومي فينال، يعني ما كتير مني كل يوم بتابع الفوتبول. الله يا معليك. والبرازيليين حزنت عليهم كتير مرة الماضي، بالعكس لأنه كنت كنت أنا قاعد مع مرتي، كنا بعد ما تجوزنا، وابنا، وكان هو مع البرازيل، واخر شيء صار حاطط ايده على خده، يا حرام وجع القلب. مع البرازيل كثير انت متعاطف. دكتور حسن، انت مع مين بتشجع؟ انا يعني بحب اللعبه الحلوه، بس طبعا اللي هن ملوك اللعبه هن البرازيل. وبحب لعبهم كانوا بالطبع. بدنا نعرفه على كريستوفر فاذا. بس لاحظت شغله، شو قال معالي؟ قال حب هالفريق من ورا موسيقيي هالبلد ومن ورا شعراء. بحب الثقافه يعني. فهمت شو قصدي؟ انه لبنان لبنان لك شو في بقلبه. انا بدي اقول شغله هون، حياه لبنان تميز عن محيطه العربي بهذا. بمين تميز؟ تميز بمثقفينه، بالكتاب اللي هو الكاتب، حتى بالصحفيين، لأنه الصحافي عنا بلبنان هو ناقد، هو محرر، هو مفكر، هو مثقف. تميز بالموسيقيين، تميز بالرسامين، تميز بالنحاتين. كيف نعرف لبنان في العالم العربي؟ كيف تميز عن محيطه العربي؟ تميز بأسماء كبيرة لمعت في العالم العربي وما زالت. أنا بعرف كتير دول إذاعاتهم الصبح ما بتفتح، يعني ما بتبلش نهارها إلا يا فيروز، يا بديع الصافي، يا فنانين الكبار اللي هن نقلوا لبنان حقيقة، وميزوا لبنان إلى هذه الشهرة الواسعة، يعني وثبتوا تميز لبنان وشعب لبنان من وراء نجاحاتهم الكبيرة. تعرف شو مثلا شي الحزنني يعني شي الحزنني كتير؟ بلقاء الشهيد سمير قصير آخر مرة، كانت الاتحاد الأوروبي، سفيرة الاتحاد الأوروبي موجودة. نعم. أنا ما كنت عارف وزعلت أنه ما كنت عارف، بس أنه نشيد الاتحاد الأوروبي هو السيمفونية التاسعة لبيتهوفن للأسف. إيه حزنت. ليش؟
لانه نحن ما نادرا ما في شارع باسم اديب او فنان بلبنان. نعم هذه مش الا تا يعمل له شيء حركه جماهيريه وتصير في تظاهرات، لازم كل شوارعنا تقوم على اسماء الناس الخالده. صحيح. لاقول لك ليش؟ لانه وقت سالوه مره لتشرشل قالوا له بدك مساحه بريطانيا العظمى او شكسبير، قال لهم لا بدي شكسبير لانه هي بريطانيا العظمى رح تروح وانا رح اروح بس شكسبير رح يبقى. شو بتقول رامي؟ أنا مع كل كلمة عم بيقولها معالي، صدقيني صدقيني هيدا الكلام لازم يوصل على الملا مش بس بصعيد صغير، صدقيني لأنه هاي الحقيقة، هاي الحقيقة الكاملة يلي لازم نوصل لها. رامي مثل ما بعرف أنه كمان يعني الوالدة كان لها دور كبير بحياتك وكان داعمه الله يرحمه. الله يرحمه. فيمكن أنت أخذ هالوجه الإنساني، هالنصف الإنساني، دعم اذا بدك للناس المحتاجه او اللي بحاجه انه تتعلم من الوالده، يعني لابد ما حدا ياخده من حدا يعني بس اكيد من الاهل طبعا. طبعا قد ايه هي مأثره فيك؟ كانت مأثره فينا كلنا، الام هي كل شيء بالحياه الطبيعي. في ناس بأثر فيهم الباي اكثر، بعتقد اوبوزيت اتراكتس، لانه اي ثينك الفيميل بيأثر فيها بيها والميل بتأثر في امه، اوبوزيت اتراكتس، بعتقد هيدي هي السر. نظرية. كيف كانت قعدك حدا انت وصغير وتغني؟ اي والله كنت على حضنها واكتشفتني هي بصراحه، كانت عم تطبخ عم تغني، هو صحيح لو غلاب فصار في محلات تقطش فيهم كملهم، انا كان عمري 4 سنين وما فهمان الكلام. ما فيك ولا غلاب يجي هلا بصوتك؟ ولا غلاب صدقيني. كان حب علي لو محضر، لانه انا بحب اغني وجود مع علي السميع الاكبر واللي بحبه كثير وحضرتكم، بس مش مساقبي هلا صراحه. طب انت لمين بتسمع؟ انا بسمع شو مدرستي الموسيقيه، اول شيء المدرسه الموسيقيه تبعي هي بيتهوفن والكلاسيكيات، كرمال هيك بكل اغنياتي في دائما هارموني بدها تكون بالباك جراوند. وبعدين موسيقيا نحن وديع الصافي وفيروز وام كلثوم وعبد الحليم، لا شك انه كلنا ربينا عليهم بصراحة. في ناس خزنوا من هالمدرسة واستعملوا بفنهم، في ناس ما خزنوا من هالمدرسة واستعملوا الموجي الرائجي. نعم. معالي الوزير مين بتسمع؟ غيري معالي. اللي قالوا أكيد بحب رامي كتير، بحب يارا من الجداد، وبرجع كتير لورا فيروز ولا شك يعني، والأخوين رحباني ومدرسة وديع الصافي، بس بحب ناظم الغزالي كتير. الله الله والله مع الوزير هيك فينا الدارج بقوله واحد راسه كبير. ايه قلت لك ناظم الغزالي بحبه كتير، وبحب له افضل غنيه اللي هي طالعه من بيت ابوها، الموال تبعها اللي بيقول فيه او المقدمه تبعها سمراء من قوم عيسى. ايه كتير بحبها، كتير بتاثر فيه. حادي العيس هو كمان. يعني ناظم الغزالي طبعا يعني من اقدم الفنانين. مع الوزير يعني كثير انت هيك مزاجك حلو، ومن خلال حديثنا بالاول انك قد ايه كنت تتابع من زمان برامج تلفزيون لبنان، كمان هيك رح نفوت بتست لدكتور حسن. انا بساعدك على البرامج، ما تخاف. انت جاهز؟ ايه تفضل. هل انت راض عن اداء الحالي لتلفزيون لبنان؟ لا انا لا اكيد لا. طب انت راضي عن كل البرامج؟ الامور نسبيه. هلا بنرجع له. الانسجام والتعاون شامل ما بين المدراء بتلفزيون لبنان بهيدي المرحله وبغياب رئيس مجلس الاداره والمدير العام باشراف معالي الوزير. نعم. وما تابعته. نعم الى حد ما. نعم. هل انت مع تعيين مدير عام؟ هيدي مهمته الاساسيه هلا بالتلفزيون. نعم. هل انت مع تعيين مدير عام حسب الكفاءه والمحسوبيه؟ لا اكيد انا مع تعيين مدير عام يتحلى ب ب ب ب بال 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 يعني بوعيه الاداري وبفهمه الاداري اداره المؤسسه، ومدير عام يستطيع النهوض بشركه تلفزيون يعني من خلال خبرته. يعني من ضد المحسوبيه. كيف بدها تصير هي؟ ما بعرف. اكيد بعد تعيين رئيس مجلس اداره، اخر سؤال، اول نصيحه بتقول له اياها؟ بحطه بحياه الوضع الراهن. طيب دكتور حسن رح نرجع، شو هن صارحه رح نرجع، شو هن البرامج اللي مش عاجبينك؟ حلو. لا ما في شيء مش راضي عنه. ما في شيء ما له قيمه. لا اكيد ما في شيء ما له قيمه،
كل برنامج له خصوصيته له قيمته له مضمونه، لكن ظروف المرحلة اللي عم نمر فيها انت بتعرفي البرامج، في برامج مثلا بتحمل 13 حلقة، في بيحمل 26، في بيحمل سنة كاملة، في شيء بيجي وقت صار لازم يرتاح، بصير عم بيكرر حاله، بصير في رتابة، عم بيفقد خصوصيته، عم بيفقد جماليته، عم بيفقد التجديد فيه. هون بتصير تفكري يعني بدك دائما تحافظي على نسبة مشاهدة لهالمؤسسة من خلال برامجها. البرامج إذا ما تجددت بصير في رتابة، بصير الناس خلص صارت عارفة فلان شو بده يحكي وفلان شو بده تحكي أو شو قدمت. دائما التجديد بالفكرة، التجديد بالمعالجة، تجديد بالحوار، تجديد بالديكور. نحن ما معقول واحد صار عم يطلع على نفس الديكور مثل حضرتك مثلا، على نفس الديكور. انا برا عم صور برا، كنت بتلزق على نفس الديكور لفترة طويلة. في غير برامج كمان لانه مش قادرين نغير الديكورات، عرفتي كيف؟ بس ان شاء الله هلا ان شاء الله هلا اكيد يعني بأي مرحلة جديدة مفترض أن يكون في دم جديد، يكون في برامج جديدة، أفكار جديدة، خاصة البرامج تكون يعني منوعة بشكل ترضي كل شرائح يعني المجتمع. يعني عم يعطوا جهد من حقيقة من قلبهم ليعوضوا الفرق يلي لازم يعملوا مجلس إدارة الغائب. وهون بدي أقول شغلي أنا كمان، مش يعني بعيدا عن الأطناب والدعاية لمعالي الوزير، هذه السنة الوزير كان طامح يعمل كتير بالتلفزيون، لكن هو كان كمان يعني وافق وقبل أن يبقى كل شيء قانوني في تلفزيون لبنان. حلو. أنه ما حدا منا يخالف القانون لحتى لا نعرض أنفسنا لا للمساءلة ولا فيما بعد لتحقيقات أنه جوز صلاحياتك، أخذت قرارات أنت ما إلك بالحق فيها، هيدي من مسؤولية المدير العام أو هي من مسؤولية فلان، مع أنه كان عنده رغبة كبيرة يعمل ولو بالحد الأدنى. هيدي شغلة أنا بحترمه كتير مع الوزير، بقدره فيها أنه حاولنا نجدد بالإمكانيات بالعقود الموجودة. مش دائما يعني هلأ الإنتاج الضخم هو اللي بيعمل برنامج ناجح، بس ما في إنتاج. المشكلة أنه نحنا كان عنا إمكانية لو صار عنا مجلس إدارة جديد، نعم، صار عنا شركة إنتاج لتلفزيون لبنان، وتلفزيون لبنان يطلع مصاري، وتلفزيونات أخرى تنتج عنده، وشركات أخرى تنتج عنده بأسعار مخفضة. تعرفي بمصر في مدينة إعلامية بينتجوا فيها. نعم. هيدا تلفزيون لبنان كان مؤهل لإله وبسرعة قياسية كان ممكن يحققها لو صار في مجلس نفس إدارة. نفس المكان معلي. بالحزمية. بالحزمية في استوديو. وأكيد في صور أو دور وكله متوافر يعني، بس المشكلة هيدي. التعديلات على المبنى. إن شاء الله يعني يا رب. نحن ما فينا نتمنى غير الخير. هو كان وضع هذا المشروع معلي. نحن وجودنا هون لمبنى الحزمية. كان وضع مشروع لمبنى الحزمية لحوله مدينة إنتاج. بس رغم كل شيء عن جد، ولازم في تلفزيون بيعمل شيء اسمه رغم كل شيء، لازم يحطها هيدي، انا بدعيهم يحطوها. رغم كل شيء تلفزيون لبنان كان الاول بالنقل المباشر لكل هيدا الشيء المعركه الانتخابيه من دون استثناء. على كل حال نحن عندنا هيدا الشيء وصل على فكره معليك لكل الناس. نحن عندنا كادر نخبوي من المقدمين ومن لدرجه تعبنا الوزير كثير بهذا الموضوع. لا عن جد فعلا، ومش كل شيء طبعا الانتاج، ولكن هو يعني عامل مساعد كمان. عامل مساعد كبير. رامي شو جديدك أغاني كتير، ألبوم رح ينزل هلأ بعد شهر إن شاء الله، حفلات صيف منتلي إن شاء الله، والمهرجانات بكل الوطن العربي. بيبيز طبعا جديد إن شاء الله. نعم أستاذ ملحم معالي الوزير، مش رح أقول لك شو جديدك، ولكن يمكن اليوم أول شيء أنك وفدت وعدك. لا عندي شيء جديد إيه، بس هلا بقول لك. أول شيء وفدت وعدك. أنا كنت حابة فوت أكثر بحوار ثقافي معك، لأنه بعرف قديش عندك فكر نير، وبعرف قديشك صحافي ممتاز وكاتب درجة أولى، ولكن يمكن يوم طبيعة الحلقة أو طبيعة الضيوف هيك خليتها تكون دردشة، ومنه أنه نحن فشت خلق صغيري، فشت خلق عند التلفزيون، ومنه كمان إذا بدك كانت دعوة من خلال رامي ومن خلال معاليك ومن خلال دكتور حسن لتقديم الأفضل. شو جديدك؟ جديدي عم حضر كتاب عن المصالحة المسيحية، المسيحية كواليس المصالحة، كيف المفاوضات صارت لأنه كنت مكلف فيها كل الفترة، وكتاب تاني عن تجربتي بوزارة الإعلام. نعم. بالدولة. نعم. حلو، الله يوفقك معالي. في كتاب راضي عنه وفي كتاب مش راضي عنه. معالي الوزير، أنا بدي قدام المشاهدين أزمك بحلقة ثقافية من نوع آخر. شرف لألي. أنا بعرف أنك يعطيك ألف عافية. أنا بدي أتشكرك اليوم. شكرا لألي.
بنرجع وفطر سعيد لكل المشاهدين. وانا كمان رامي انا بدي اشكر مبادرتك اللي اطلقتها، وبشكر حضورك ووفيت بوعدك. بتمنى لك الافضل. شو بتحب تقول؟ هذا اقل واجب، نحن مقصرين ونحن موجودين كرمال هيك. بشكركم على استضافتكم وبتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله. طبعا وبنشكر نحن زميلتنا نسرين زواهرة اكيد، لانه تعبناها معنا. انا تعبتها كمان معي، وكان لها صراحه فضل كثير كبير بحضورنا هون بالمقابله بالتنظيم الكامل. نعم، بتأمل انه نحن نشوفها. دكتور حسن كمان يعني 40 سنه من مصور لمعد لرئيس قناه ثانيه لمدير برامج بتلفزيون لبنان ورئيس ارسال، مشوار طويل كان بتلفزيون لبنان. اليوم وفاء منك وكمان من انسانيتك، شو بتحب تقول؟ انا بدي اقول هذه المؤسسه حقيقه مؤسسه كانت بداياتها كان مولود فرح، مولود كمان بنفس الوقت كان يعكس صوره حضاريه عن هذا البلد لبنان اللي تاسس فيه اول تلفزيون ما بعد العراق في العالم العربي. وكان هذه المؤسسة لقت دعم من كل المسؤولين آنذاك، من الرئيس كامل شمعون للرئيس رشيد كرامي لكل الوزراء اللي تعاقبوا على وزارة الأنباء سابقا وفيما بعد وزارة الإعلام. هذه المؤسسة حتى أنا دخلت لها بسنة 78، وكانت مؤسسة يعني بتعزز معنوياتك، بترفع ثقتك بنفسك، بتخليك تحس انك فتي على عالم في شيء من الثقافه ومن الفن ومن الكلمه ومن الموسيقى ومن الاغنيه ومن التمثيل. وهذه المؤسسه حقيقه خلقت فنان كبير، خلقت موسيقي كبير، خلقت صحافي كبير. مش يعني ما خلقت صحافي بيكتب خبر، خلقت صحافي مثل ما حكيت قبل شوي كاتب، خلقت صحافي مثقف، خلقت صحافي بيقدر يتلفن لأكبر رئيس في العالم العربي. كان يعني امبارح كان عم يتكرم الأستاذ عادل مالك، الأستاذ الكبير اللي سموه علم الزمن الجميل، هذا الصحافي اللي هو ابن تلفزيون لبنان. كنت عم تحكي قبل شوي مع الوزير طرح اسم جون خوري، هذا الاسم اللي كان أول إعلامي على شاشة تلفزيون لبنان هو هند السيد. يعني هذا المشروع يمكن اللي عمله لنقابة المحررين ليحفظ كرامات الزملاء بهذا القطاع والإعلاميين على مختلف يعني اختصاصاتهم، يمكن أخذ من عينات عم بيعيشوها أو عاشوها ناس رحلوا أو ناس الآن عم بيعيشوها من هذا القهر ومن هذا الظلم الاجتماعي، بغياب إذا بدي أقول لك الرعاية الاجتماعية من قبل الدولة لإلهم. ومن هون أنا بقول يمكن حارب بكل ما يقوته من قوة أنه يعمل شيء لنقابة المحررين، يعمل شيء لوزارة الإعلام لحتى يكون دورة مثل ما قال دورة هذا وزارة الحوار والتواصل، أنه إلى بعد إنساني أكثر، إلى بعد وطني أكثر، إلى بعد إلى بعد اجتماعي أكثر. ويعني بدي أقول أنا عن هذه المؤسسة خلقت كمان كاركترات. يعني اليوم ما في بلبل جديد طلع بلبنان، ما في وردي طلعت جديدة، ما في كابتن بوب طلع جديد، ما في يعني في فنان كان أكثر من فنان، صح. كان حالي خرجت من كل خلقت فنانين ما حدا قدر قلدهم. يعني كنتوا حكيتوا قبل شوي عن مسلسلات حاولوا يعدوها بصيغة جديدة، صح. ما نجحت، فشلت. يعني مثل ما قلنا بالأول تلفزيون لبنان مدرسة ورح نعم يبقى مدرسة. نعم نعم نعم. أهلا وسهلا فيكم ضيوف الكرام معالي الوزير، شرفتنا. أهلا فيكم. أنا بدي كمان ضم صوتي لصوتك بأن أشكر ضيوفك. نعم بالحل. بس ما سألناك أي ما مين بتشجع؟ أنت قلت البرازيل. يعني بأنها مني رياضة سألت البرازيل. البرازيل اثنين برازيل واحد ألمانيا. اثنين برازيل واحد ألمانيا. حضرتك أنا برازيل ثلاثة برازيل. ثلاثة برازيل واحد ألمانيا. يمكن يربحوا هيك بالفينال. حبيبي بتشكركم انا عن جد اليوم فرحت قلوبنا ومشاهدينا، الشكر الكبير لكم. وبتمنى مش 59 سنه لتلفزيون لبنان، بتمنى الاستمرار الى الابد مع النجاح والتالق ان شاء الله. وكل عيد وانتم بالف خير، تصبحوا على خير.